بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو سيون تاع اليوم، نكملو مع لا سي نيميرو اون. المرة اللي فات درنا ليكزارسيس 1 و 2، اليوم إن شاء الله نبداو مع ليكزارسيس نيميرو 3. بون، ليكزارسيس 3 واش عندنا؟ اون ريزيستونس ديبوندون دو لوميير، ال دي ار، ايت يوتيليزي دون لو مونتاج دو لا فيغور 2. بون، سات ال دي ار بريزونت اون ريزيستونس دو 2,5 ميجا اوم اون اوبسكوريتي توتال. On détermine la valeur de VR1 qui permet ce montage de fonctionner comme détecteur d'obscurité. Donc, on a le montage. Donc, on a des LDRTI. On a des résistances. On a 10 kΩ. On a une résistance variable. Il y a VR1. Bon, l'exercice qu'on a, avec l'obscurité, la LDR TI, on a 2,5 mégaohms en obscurité. Donc, ce L, alors qu'il fâche, il y a la valeur de VR1, d'une khayroha, pour que ce montage fonctionne comme un détecteur d'obscurité. Donc, VR1, il y a la résistance variable qu'on a. شحال نخيرو لا فالور تاعها باش المونتاج تاعنا يولي يخدم كوم ان ديتيكتور دوبسكوريتي. السؤال الاول ليكم هو انه ديجا هذا وشنو الكومبوزون فكرونا شنو هذا سكوا سو كومبوزون اكتيف نو وش اسمه؟ ماشي ما فهمتش على من قصدك واش من الكومبوزون هذا يا اللي مسطر تحته واش هو هذا راك مسطر على والو ما ماشي بان ماشي الكتيبه يتبان نو راكم افيشي في لا سيري اكزو 3 سقسيتكم اذا كنتو في الطابلو بلون قلتوا لي راكم تبعوا يبان لكم وي في الديبي كان قبيله ماشي صح هكذا يبان يبان صح يبان دونك نعاود دونك هذا المونتاج تاعنا اللي عندنا في لا سيري دونك عندي دو ريزيستونس فيكس هنايا تاع 10 كيلو اون ار 3 ار 4 عندي ال LDR تاعي وعندي لايسونس فاريابل بون ال LDR هي معناتها لايت ديبندنت ريزيستور معناتها سي اون ريزيستونس كي ديبون لا تمبيراتور باردون لا لوميير هكذا دونك هذه ال LDR ال LDR في العاده تكون لا ريزيستونس عندهم تاعهم كبيره كي تكون لوبسكوريتي بعد كل ما زيد الضوء كل ما زيد الشده تاع الضوء عليهم كل ما لا ريزيستونس تاعهم تنقص صح هنا عندي اون ريستونس فاريابل في ار دونك نفهمو شنو لو رول تاعها دونك السؤال هو قالكو هادي في ار دونك سي ريستونس اجوستابل معناتها حنا نتحكمو في لا فالور تاعها نبدلوها كيما نحبو دونك كيفاش نبدلو لا فالور تاعها باش هاد المونتاج تاعنا فونكسيون كوم ان ديتيكتور دوبسكوريتي دونك هو السؤال تاعي نتعرفو على هاد المونتاج وحده وحده دونك هاد الكومبوزون شنو هو فكروني امبليفيكاتور اوبيراسيونال صح واش من مود راه يخدم فيه لي دو مود اللي شفناهم في لاسيون دو ريفيزيون الاولى تاع تي دي دونك واش من مود رانا فيه هنايا كومباراتور لا صح تري بيان دونك انا مود كومباراتور دونك كيفاش يخدم الكومباراتور دونك هنا عندي لو بوان D وهنا عندي لو بوان C كيفاش يخدم هذا الكومباراتور دونك هذه يسموها لي اوت قولي لي مود فونكسيون مون تاعو شرحوا لي V بلس يكون سوبيريور ا V موان صح دونك V بلس تقصدي V دي هكذا اه سوبيريور ا V موان VC
دونك في هذه الحالة في ار تاعي شحال الفالو تاعها؟ شحال تكون؟ نيفو او ولا نيفو با؟ هاي دونك قلت لي في في بلوس كبير على في مو ولا في دي كبير على في سي في الحال دونك في ار تاعنا كيفاش تكون لا فالور تاعها؟ في سي سي ولا في جي ان دي ولا في زيرو واحد ما عنده جواب في سي سي بلوس صح في هاد الحالة بيستعمل هي 12 فولت دونك نورمالمون هنايا 12 فولت وكي يكون العكس تكون موا دونك في او موا تكون ايجالا زيرو و ما عندناش موا ما عندناش موا صح دونك هذا المود فونكسيون تاعنا دونك واش معناتها كي نقول لكم هذا المونتاج انا حاب نديرو كوم ديتيكتور دوبسكيوريتي واش تفهموا انتوما واحد فيكم يعطيني جواب واش معناتها كي نقول ديتيكتور دوبسكيوريتي شكون عنده جواب كيفاش راح نديتكتي لوبسكيوريتي في هذا المونتاج تاعي لازم لوسكو لا ريزيستانس ال دي ار تاعي كي تقترب من 2.5 ميجا اوم لازم في اوت شونج ديتر قلنا 2.5 اوم هي لا ريسبونس دوبسكيوريتي لوبسكيوريتي توتال هذا شكون تكون في ليكزارسيس لو كان عندكم سؤال كي تكون لا لوميير في الضوء الصباح دونك الشمس معناتها ال دي ار تاعي تكون صغيرة على 2.5 ميجا قلنا لي ريزيستونس ديبوندون لا لوميير لا ريزيستونس صغار كل ما تكون لا لوميير متوهجة أكثر كل ما لا ريزيستونس تاعها تنقص صح دونك في هذه الحالة تبعوا مليح عطيني جواب هل في رأيكم انتوما في اوت تكون 12 فولت ولا تكون 0 فولت زيرو لا تكون زيرو علاش باسكو ما يسحقوش كي يدخل في الضو لا حنا واش يهمنا حنا يهمنا شونجمون ديتا لا واش يهمنا انا واش يهمني انا يهمني لازم السيركوي تاعي غير نلحق البوان اللي راني حابو يلحق له يصرا شونجمون ديتا في لاسورت هكذا صح معلش قولو في اوت ايكال زيرو ولما لا ريزيستونس تاعي ديبوندون دو لا لوميير تفوت 2.5 ولو اكبر او يساوي في هذه الحاله في اف صالا دونك نقول شكون يساوي انما نقولو يتحقق لها في اف كيفاش تولي في سي سي يلا في سي سي ولا 12 فولت هذه الحاله صح دونك نفكركم بلي كومباراتور تاعنا راهو يكومباري الفي دي مع الفي سي هكذا معناتها هنايا في الحالة لازم الفي دي تكون أصغر من الفي سي وهنايا ديرها هكذا خير دونك هنا رانا في هذه الحالة وهنا رانا في هذه الحالة لا طونسيون في دي شحال لا فالور تاعها شكون يعطيها لي في دي نقصد بوتونسيال في هذا البوان
نقدر نحسبوه ولا لا؟ قولوا لي برك اسكو نقدر نحسبوه ولا لا؟ نقدروا نورمالمون. نقدروا صح. كيفاش نقدروا؟ باش كيفاش كالكوليوه؟ نقدروا نبليكيو ديفيزور دو طونسيون هنا ولا لا؟ وي شيخ نقدروا نقدروا. وعلاش؟ باسكو راهم اون سيري. اون سيري هما كي تشوفهمش اون سيري، كاين هاد لا لين بصح نقدر نعتبرهم اون سيري. وعلاش؟ لان الكورون دونتري هنايا نول زيرو، دونك نقدر نعتبر الكورون اللي يجوز هنايا هو نفسه اللي يجوز هنايا. اذا نقدر نعتبر ار 3 و ار 4 اون سيري. اذا نقدر نستعمل ديفيزور دو طونسيون باش نكالكولي لا طونسيون في دي. صح. كيفاش نحسب في دي؟ اعطوني ديفيزور دو طونسيون. اعطوني ديفيزور دو طونسيون تاع في دي. اثناش فوا ار دي على ار دي بلس ار 4 ار 2. شوف هنا ار 3 وهنا ار 4 3. دونك واش عندي هنايا؟ اثناش فوا فوا ار 3 على ار 3 بلس ار 4 ار 3 ولا ار 4؟ ار 4 ار 3 شنو ار 4 هي اللي جايه من جهه لاماس. دونك هذه في دي حسبوا قولي شحال تلقاوها عندكم. 10 كيلو و 10 كيلو هي ما باينه دو ليستونس متساويين، دونك ديفيزور طونسيون تاعهم يعني لا موتي، دونك سي فو. دونك هادي فيدي صح. نعاودو لي زونمو تاعنا. لازم سو لوميير تكون لا لوميير، على بالي بلي لا ال دي ار تاعي لا ريزيستونس تاعها تكون صغيرة على 2.5 ميجا اوم اللي هي لا ريزيستونس دوبسكيوريتي. وفي هاد الحالة لازم لا طونسيون في سي تاعي راح تكون كبيرة على سي فولت هي في دي. في هذه الحالة مادام في سي كبيرة على في دي، في اوت يساوي زيرو فولت. دونك هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نقولو اون اوبسكيوريتي توتال. دونك ال دي ار الحق 2.5 ميجا اوم. في هذه الحالة لا طونسيون في سي تاعي تولي كبيرة على تولي صغيرة على سي فولت. في هذه الحالة دي اوت يساوي زيرو فولت. فكركم ليكزارسيس اش مطلوب منا؟ مطلوب منا نحسبو لا ريزيستونس فاريابل في ار اللي تحقق لي هاد لي كونديسيون. تكون كاينه لا لوميير لازم لا طونسيون في سي هذه تكون صغيره كبيره على سي فو. اوبسكيوريتي توتال لازم لا ال لا ال ال دي ار تاعي تلحق 2.5 ميجا اوم و في سي تهبط تحت سي فو. دونك هذه لا كونديسيون دوزيام. كيفاش نستعملوها؟ كيفاش نستعملوها باش نخرجوا لا فالور دو في ار ام؟ صح. في سي لا ميم شوز كيما عطيتوني في دي، ابليكيو ديفيزور دو طونسيون عطوني في سي.
Attendez la tension VC. 12 fois R1 à la R1 plus LDR. Ça, très bien. Donc, 12 voltes fois, pense-moi, variable résistor, VR1 à la VR1 plus LDR. LDR. Ça. Un élasme, circuit qui est LDR. تحقق 2.5 ميجا اوم لازم في سي تكون 6 فولت هكذا ايه ولا لا صح دونك شنو نقولو نقولو دي 12 فولت فوا في ار ان على VR1 plus 2.5 mégaohm, c'est oui, 6 volts. Avec la condition. Monsieur. Oui. Enregistrez la séance, s'il vous plaît. Ah, mal, j'ai enregistré. Ok, merci. Donc, j'ai oublié. كيفاش في ار ان تكون؟ ريماركيو بلي عندي لا موتي دونك نفس الحالة كيما هنايا دونك كيفاش تكون في ار ان باش تخرج لا موتي تاع لا تونسيون لازم تكون هي ثاني 2.5 ميجا كيما انا ار طوال قال ار صح نعاودو نفيريفي دونك لقينا في ار ان ونخيروها هاد لايسونس فاريابل نفيكسيوها على 2.5 ميجا sous lumière maintenant la LDR تاعي قيمة تاعها تكون صغيرة على 2.5 ميجا اوم في الحالة في سي تاعي اللي هي 12 فولت فوا في ار ان على في ار ان بلس LDR دونك نقول ال دي ار ولا ار ال دي ار كيف شحال حتكون هذه لا فالور تاعها تكون سوبر على سيفو مادام ال دي ار صغيرة على 2.5 ميجا اوم دونك في هذه الحالة واش حيصرى صغير على 6 فولت دونك معناتها في سي تاعي باردون كبير على 6 فولت معناتها في سي تاعي راح تكون كبير على في دي في دي دائما فيكس تيقالا 6 فولت لانها متشكله من دو ريسبونس كونستان اذا حيكون عندي في اوت تيقالا 0 حالة ثانية obscurity LDR تاعي atteint 2.5 ميجا اوم ولا نقولو ديباس 2.5 ميجا اوم دونك في الحالة VC راح تكون انفيريور
On verra, c'est bien que la valeur de la tâche 2,5 ohms. 2,5 méga ohms. Donc, on va être inférieur à 6 volts. Maintenant, VD, tous les supérieurs à VC, VAT change d'état. Donc, là, le détecteur d'obscurité, c'est un détecteur. Donc, l'exercice, c'est un détecteur. قلنا في لوبسكيوريتي هاد لا ريزيستونس راح تكون القيمه تاعها 2.5 ميجا دونك كيفاش ندير باش هاد المونتاج تاعي نرجعو يشونج ديتا اشاك فوا كو لونفيرونمون تاعنا يلحق لوبسكيوريتي دونك شفنا بلي كان عندنا ديفيزور دو تونسيون دونك قبل عندنا كومباراتور في البلوس عندك كانت عندي لا تونسيون في دي لقيناها بلي دائما 6 فولت ou la tension VC, trop fait à la résistance variable, ou la résistance LDR, il y a la tension VC. Donc, sous quelqu'un qui va créer la valeur de VR1, le basculement, il sera juste entre l'obscurité. Maintenant, il y a l'obscurité, il sera le basculement. C'est bien, on a appelé VR1, il y a 2,5 méga. Vérifions, on est sous lumière. La résistance LDR dépend de la lumière. Donc la résistance est beaucoup inférieure par rapport à 2,5 mégaohms. On applique le diviseur de tension. VC est 12 volts fois VR1 à VR1 plus LDR. La tension est en fait à 6 volts. VC est en fait à VD. Ou une toujours à VOUT égale à 0 volts. L'obscurité. La LDR TI dépasse 2,5 mégaohms. La tension VC TI peut être inférieure à 6 volts. Donc VD va être plus grand que VA. VA va être 12 volts. Je connais un dossier. Il y a un dossier. Il faut que je regarde. نعطيكم سؤال لو كان نحب شونجمون ديتا ولا لا ديتيكسيون ما تصراش في لوبسكوريتي حبها مثلا تصرا مع المغرب انا حاب اوليو باش السيركوي تاعي شونج ديتا في لوبسكوريتي انا حاب شونج ديتا مثلا مع المغرب قالت لي اليوم 8 غير 20 8 غير 4 دونك في رايكم واش ندير صح نبدل السؤال تاعي في ار انا علاش درناها اجوستاب علاش ما درناش ريستونس فيكس درناها اجوستاب يورو دي في ار شنو هو في ار ان et t'ajuster pour régler le point de détection. دونك هذا هو الرول تاع في ار دونك مثال اذا انا حبيت نديتكتي كيما قلت لكم كيلحق المغرب نشوف لا ال دي ار تاعي كيلحق المغرب شحال تكون لا فالور تاعها الكاركتيريستيك تاعها التكنيك تاعها قول لي مثلا مع المغرب تكون لا ريزيستونس تاعها 1 ميجا اون دونك واش راح ندير نحكم في ار ان تاعي وين نريكليها 1 ميجا اون يولي السيركوي تاعي يديتكتي لي الوقت تاع المغرب نفسي تحب مع العصر الصباح اي وقت دونك في ار ان سي بور سا درناها اجوستا ولا درناها ان بوتونسيون دونك نريكلوها حنا نريكلو لو بوان دو ديتكسيون تاعنا مفهوم هاد البوان
Oui. صح وي. نكملوا نفاصل هنايا دونك نرجع لا سيري كيسيون 2 واش قالنا في لا كيسيون 2 بروبوزي اون اكستنسيون دو مونتاج دو لا فيغور 2 كي بيرمي ديتيليزي لا ال دي ار بور كوموندي لالوماج دون لامب 220 بون نوضحو السؤال دونك شنو حابين هاد المونتاج تاعنا نغارديوه كيما راه مي نزيدو عليه بحيث نرجعو كوموندي اون لومب تاع 220 واش معناتها نلعب كي تكون لا لوميير لا لون تاعي تكون ايتانت كي تكون لوبسكوريتي سكوريتي لا لون تاعي تكون اليوم دونك نستغلو المونتاج ولا الكالكول تاع في ار ان يدينا في لا بروميير كيستيون Donc, faire comme tout le monde, comment brancher, le comment connecter à de la lampe, ma circuit. Prendre le fichier. Hadjou le ouch tlahdo. Ouch comme différence, nous bien had côté ou had côté. لاحظوا كبيرة بزاف دونك هنا عندنا لا باس طونسيون هنا عندي لا هو طونسيون بون نعاود ديسان تاعي دونك هادي لا لون تاعي دونك لازم تكون برونشيا La phase, le neutre, la phase, qu'on branche à une source, ta 220 volts, sinusoïde. Est-ce que vous avez le bâche de chèque? Eh, vous avez le bâche de l'interrupteur. Donc, il y a une lampe qui est à l'intérieur. Donc, il y a une lampe qui est à l'intérieur. Qui va la lampe? لومبليفيكاسيون اوبيراسيونيل تاعي كيفاش نبدا بون نبداو من لا لومب ونجو رايحين شكون هو الكومبوزون اللي يعتبر كوم اون انترفاس ما بين لا طونسيون و لا باس طونسيون بون لي قال لي اون يوتيليز ان ترانزيستور بور شانجي لا طونسيون السر اللي سمعتها شونجي لا كونسيون بصح قبل ما نلاحقو ترانزيستور كاين بروبوزون واحد اخر ها شيخ ما نديروش كيما درنا في ليكزو دو في البازور في البازور تحت ما في البازور عندنا طونسيون كون اليمونطاسيون كونتينيو تاع 5 فولت دونك ما كانش عندنا التيرناتيف ولا طونسيون كانت طونسيون باس معناتها لاليمونطاسيون تاع الباز لاليمونطاسيون تاع الكابتور كانوا كيف كيف بيزوج كانوا 5 فولت بار كونت هنا عندي هنا 12 فولت وهنا عندي 220 فولت ترانسفورماتور ها
كاين بلوس امبورطون سو سو ماكش بعيد بزاف. واش يقولوا لهاد الكومبوزون؟ تعرفوا هاد الكومبوزون؟ قولوا له ان رولي. رولي يعتبر كوم اون انترفاس ما بين هنا لا باس تنسيون هنا لا هوت تنسيون. هذه سي بوبين دونك نابليك عليها ان تنسيون 12 فولت كونتينيو دي سي. وهنايا تكون عندي اون شارج تكون واش تكون تلحق حتى ل 220 فولت. هلا بوبين كيجوز فيها الكتريسيتي تولي تلعب الدور تاع انيمو. دونك انيمو الكتريك غناطيس. دونك كي تولي تلعب الدور تاع انيمو واش معناتها؟ واش صار لهاد الكونتاكت؟ يتنغلق. يتنغلق دونك تجبدوا لا فورس مانيتيك تاع الاشعه ولا تاع لابوبين ويتنغلق. كي نحي 12 فولت تاعي دونك 0 فولت يعاود كونتاكت تاعي يرجع لا بوزيسيون دو روبو تاعو. وهنايا عندي ان فور كور دونك 10 امبير 5 امبير يكون وشي بيان سور كاين اون فالور ليميت. فشنو هاد لا فالور؟ ما تجينيش لهاد الكوتي ما تجينيش كوتي تاع لا فابل طونسيون. دونك انا واش درنا غراس او رولي هذايا قدرت نكوموندي اون اوت طونسيون تاع 220 فولت و ان فور كورون باش كومونديتو بجوست اون فابل طونسيون تاع 12 فولت. داكور كورون راح يجوز لي جوست في الكونتاكت دونك موش حيجوز لي في لابوبين موش حيروح لي سيركوي دو كوموند تاعي. تفهمنا صح؟ وي. دونك كيفاش نابليكي الرولي هنايا؟ في الكات على لومب وين برونشي الرولي تاعنا؟ مع مهندوز و دونك قلنا حيجيهم بارال مع الكونتاكت صح. لابوبين تاعنا نابليكي عليها 12 فولت نجيبوها هنا 12 فولت تاعنا هكذا. دونك على هاد 12 فولت هذا ولا وين؟ شكون فيكم عنده فكره واحده اخرى؟
كملوا. دونك شفنا لابوبين تاع الرولي تاعنا وين حطيناه؟ دونك هادو يجو كومبوزون واحد غادي يتباعو مع بعضهم بعض. ماشي بوبين وحدة كونتاكت واحد، يجو مع بعضهم بعض في كومبوزون واحد. نعطيكم سؤال، هنا نقدرو نديرو هكذا. نقدروا نديروا هكذا ولا لا؟ قولوا لي جاوبوني وش يمنع؟ قلنا باللي صورتي تاع الكومباراتور تاعي راح تبدل اونتر 12 فولت و 0 فولت. سا ديبون اسكو راني سو لوميير ولا اون اوبسكوريتي. دونك نابليكي 12 فولت، كي يدخل 12 فولت هنا على حسب لا كونيكسيون هادي 12 فولت تابليكا لي على الرولي تاعي. دونك راح يجوز فيها ان كورون كونتاكت يغلق و تشعلي لا لون. ايه ولا لا؟ صح. نقدر ندير هكذا ولا لا؟ معناتها واش اسكو كاينه حاجه تمنع ولا خلاص؟ هذا هو انا جاوبنا على السؤال. وكي تولي زيرو؟ كي تولي زيرو تابليكا زيرو، تابليكا زيرو هذاك على لابوبين الكونتاكت يعاود ترجع لابوزيسيون دو روبو تاعو ولا لون تطفى. دونك بلي طونسيون يا با بروبليم. دوكا سؤال ونطرحو على روحكم. دونك هاد لابوبين، هاد لابوبين باش تمشي لازم لها اون انرجي ولازم لها اون بويسونس. معناتها لازم لها طونسيون ولازم لها كورون. دونك 12 فولت هو الكورون اللي يدوز فيها اون بويسونس، هذيك لا بويسونس هي اللي تجبد لي كونتاكت. دونك هاد الكورون تاع لي بوبين تاع 12 فولت يكون اوتور دو، يكون اوتور دو 30 مليون امبير. دونك لازم هاد لومبليفيكاتور اوبيراسيونال يعطيني 30 مليون امبير. واش رايكم؟ هادي خذوها قاعده، لي زومبليفيكاتور دو كور، لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونال جامي تستعملو كوم سورس دو كور. دونك اوبان سورس دو كور جامي، ايفيتي، لانهم مديورين باش يخرجوا ان فابل كور 1 مليون بير 2 مليون بير 5 مليون بير قبول جامي يطلع حتى 20 مليون بير ولا 30 مليون بير. داكور دونك يقدر يعطيني لاطونسيون، ما نقدرش نتكل على لومبليفيكاتور اوبيراسيونال باش يعطيني، ما نقدرش نتكل عليه باش يعطيني كورون تاع 30 مليون بير. دونك ما نقدرش نتكل عليه باش يخرج لي ان كورون تاع 30 مليون بير، باسكو ما يقدرش، ماشي مديور لهادشي. دونك في رايكم اللي كان يقول لي مقبل ترانزيستور كيفاش نديرو ترانزيستور هنايا؟ اللي قال لي مقبل ترانزيستور هاي ترانزستور يقدر يجوز ان كورون تاع 30 مليون امبير. يقدر ولا لا؟ وي نقدروا صح. اللي قالت لي مقبله نديروا حاجه كيما في ليكزارسيس تاع البازا. هنا الجواب تاعك صحيح، معناتها لابوبين
نقدر نعملوها كيما عملنا البازل. دونك نجيبو هنايا هذه 12 فولت تاعنا. دونك 12 فولت الكورون تاعي يدوز على لابوبين تاعي، من بعد لابوبين تاعي لازم يدوز على ترانزستور بور لا كوموند. هنايا اون ريزيستونس ار بي و 30 ملي امبير تاعي جوز هنايا. هذا هو السيركوي تاعنا. كيفاش نحسبو ار بي؟ كيفاش نحسبو ار بي؟ في بي موا في اوت على اي بي. في بي على موا في اوت. قلت لي في اوت اه موا على اي بي. فرا بيان بون، هادي في اوت تاعي موا موا في بي على كورون اي بي. دونك كورون اي بي تاعي هو هذا، يعني هذا هو اي بي تاعي. في بي هي شحال؟ فكروني قلنا 0.6 فولت. مادام ليميتور تاعي راهو 0 فولت، دونك لا جونكسيون باز ايميتور قلنا تكون بيناتهم شد دو طونسيون تاع اون ديو هي 0.6 ولا 0.7 فولت. دونك لا باز تاعي في بي تكون سو 0.6 فولت. دونك هذه هي البي تاعي لا باز تاعي. والاي بي كيفاش يكون؟ كيفاش يكون الاي بي؟ مليون بالكالكول 30 مليون امبير على بيتا. هنا نورمالمون باش نكونو بلو بريسيز نقولو ار بي تكون انفيريور انفيريور ايكو. دونك لا فالي نلقاها هنايا. دونك 30 مليون امبير هو الكورون دو ساتوراسيون تاعي. دونك نديفيزيه على بيتا اللي هو الكان اون كورون تاع الترانزستور تاعي، نلقى الكورون دو باز اللي راح يعطيني ها 30 مليون امبير. بون كومبيني مع في اوت في بي نخرج لا فالور دو ريزيستونس ار بي ماكسيمال اللي تعطيني هاد الكورون اي بي. دونك اذا خذينا بيتا اذا اعتبرناه 100، دونك احسبوا لي قولوا لي شحال نلقاو لا فالور ليميت تاع ار بي. اذا خذينا بيتا 100 دونك شحال نلقاو ار بي؟ انفيريو ايكالا حسبوا قولوا هذا يقول حسبوا معناتها كاع كاع تجيبوا لي كالكيلاتيس تاعكم وتحسبوا. دونك هذه قلنا 12 فولت. هات القوا 38. لا لا 38 38 شنو كيلو 38 كيلو اه
Je connais confirmer le résultat. Oui, صحيحة, monsieur. صحيحة. صح 38 كيلو دونك ار بي لازم تكون لا فالور ماكسيمال تاعها تكون 38 كيلو شحال اي بي تكون زيرو تروا وي مليون دونك تكفيني برك زيرو تروا مليون فار هذه برك تكفيني باش نتحصل على 30 مليون هكذا معناتها اذا خيرت اون فالور ار بي صغيرة على 38 مثلا 20 اي بي تكون كبيرة لا بور سامبليفي الكالكول اذا خيرت ار بي مثلا قولوا لا مواتي 19 Donc on a des 38 correspond à un courant IB qui a coûté 0,3 millions de hagda. Et de chier maintenant RB est égal à la moitié 19 kilo ohm. Ça te parle IB, je halte quoi? Halte quoi? Comme double. Donc 0,6 millions de. Donc courant double. Bon, ça te parle ici. اللي هي لا كورون تاع لا بوبين تاع الرولي تاعي نفس الشيء تكون 30 مليون فا وهنا اي سي شحال تكون انه بيطا تاع لا 100 اي سي شحال تكون في هذه الحاله تكون بي شحال 60 60 ملي دونك تقدر تلحق 60 تقدر تلحق 60 ما تقدرش تلحق باسكو 30 مليون بار هو الكورون دو ساتوراسيون دونك اي سي تحبس في الكورون دو ساتوراسيون اللي هو 30 مليون دونك الكورون اي سي تاعي مستعد في 30 مليون بار دونك سي بور سا قلنا هذه لا فالور ماكس تاع ار بي دونك لي ليميت لا ليميت اللي مازالش نطلع فوقها دونك مازالش تكون عندي اون ريسونس تاع 40 60 كيلو لانه الكورون تاعي راح يهبط تحت 30 مليون بصح معليش اون فالور صغيره عليها باش الكورون تاعي راح يحبس لا ريسونس في كورون دو ساتوراسيون لانه ار بي تاعنا الكالكول تاعنا اللي قلناها على كورون دو ساتوراسيون صح كما نروح لدوزيام اكزرسيس اللي عنده سؤال يتفضل به Monsieur, pour la correction de l'exercice. La connexion, hein? La correction de l'exercice. Va faire un monsieur. Va dire où je suis. Il y a que tu fais dedans. Eh, non, je voulais que tu dis hier. D'accord. La séance garée enregistrée. Je vais te confier YouTube pour te faire du hockey. Eh, d'accord. Très bien. Merci. نروح للاكزرسيس دو مالا Bon, on va lire 6-4. L'exercice 4, où j'attends. Avec le circuit de conditionnement d'un capteur de température fournit un signal analogique de 0 jusqu'à 3,3 volts. Sachant que le bruit associé avec ce signal se situe dans une bande de fréquence allant de 250 Hz jusqu'à la haute fréquence, quel type de filtre doit-on utiliser dans ce cas? Donc, on a
دونك عندي ان كابور مع السيركوي. ماليش نونجستري بالزوم، انا نونجستري بلوجيسيال وحده. Donc, capteur, circuit de conditionnement. Donc, l'exercice capteur là. Il y a un signal. Signal analogique. De 0 à 3,3 volts. Donc, on a, c'est un capteur de température. C'est un capteur de température. مع السيركيت كونديشنمون تاعو تحصل على سيجنال انالوجيك 0.3 فولت. دونك اذا مثلا اذا كان الكابتور هذا يخدم يميزوري دي تمبيراتور من 0 حتى 60، دونك 0 هذه تقابلها 0 دوغري و 3 تقابلها 60 دوغري، العلاقه تكون لينيار ما بيناتهم. دونك تي و في. دونك هذا مثال. Donc l'exercice que je calcule, on va faire aussi un logique pour simplifier, on dirait qu'on est droite, 0 à 3,3 volts. Calcule ce signal électrique qui a un bruit associé. Donc un bruit. superposé مع السينيال تاعي. راكم هذا البروي قلنا بلي البروي كاركتيريزي با سا غام دو فريكونس ولا سا بوند فريكونسيال. دونك هذا البروي لا فريكونس تاعو تبدا من 250 هرتز حتى لوت فريكونس حتى وروح 250 هرتز وطلع. C'est un bruit libda de 250 Hz. Donc, sur l'exercice 4 à la tana, quel type de filtre doit-on utiliser? واش من نوع تاع لي فيتر نستعملوه في الحالة؟ شو قلنا ثانيك سبستيتوي دون جون بون في الفريق؟ نعم؟ ايه 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 داكور داكور شنو باخ 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 صح دونك لازم لي ان فيتر اصبر قلت لكم بلي سي ان كابتور دو تمبيراتور لا تمبيراتور سي فونكسيون لونت معناتها لا فاريسيون تاعها تقيله تلقاوها لا تري باس فريكونس تلقاوها لا فالي السيال تاعها اوتور دو زيرو هرتز لا فارياسيون تقيلة يكون ان سينيال لون سينيال تقيل هذه اوتوماتيكمون فهمها معناتها لا باس فريكونس معناتها راني قريب من السينيال كونتينو هكذا. دونك انا هذه هي الانفورماسيون تاعي اللي نحبها تجوز. بار كونت البروي تاعي جاي 250 هرتز فير لا هوت فريكونس دونك اوتوماتيكمون نحب نجوز لا باس فريكونس ou supprimer la haute fréquence. Donc, on a besoin d'un filtre plasma. Donc, le sujet le premier, c'est ça. Le sujet deuxième, en supposant un filtre à base de circuit RC, proposer des valeurs pour R et C afin d'assurer l'élimination du bruit. دونك الفلتر تاعنا قالك نديروه ا باز دي سيركوي ار سي مثلا اون ريزيستونس ار و ان كوندونساتور سي.
Donc un filtre passe-bas. À l'aide d'une résistance et d'un condensateur. Tu vas chez quoi? Qu'est-ce qu'on a la connexion terrain? Un filtre passe-bas à base d'un circuit RC. Tu vas chez quoi? Donc là, le signal terrain VIN. Donc là, c'est bon. هذا نسموه في ان اللي فيه انفورماسيون على لا تمبيراتور معاه بروي ثاني لازم كي ندوز على الفلتر تاعي تقعد لي في اوت بيعطي فيها غير لانفورماسيون فورماسيون على لا تمبيراتور معنتها البروي لازم ما يقعدش البروي لازم نتخلص منه دونك قلت لكم في لاكيستيون دو قلت لكم هاد الفيد راح نديرو اباس دو تو ار اي سي دون ريزيستونس اي دان كوندونساتور دونك في رايكم دونك ماشي في رايكم حاجة تعرفوها هادي Tu vas prendre la résistance, tu vas prendre le condensateur. Allez, hop. Condensateur est comme sorti. Regarde, connecté bien. Donc, un filtre passe bas à base d'un CPU RC. السؤال الثاني لا فريكونس دو كوبير تاع السيكو تاع الفيل هل تكون شحال تكون صح حفظوها تكون ان سور دو بي هرس شكون يفكر ليش معناتها فريكونس دو كوبير كان نجمع تاع فريكونس دو كوبير دونك هنا لو رابور في اوت على في ان هنا اف دونك هذه لاكور تاع فيتر باس با sur la racine de donc la fréquence de coupure qu'abla une atténuation de 1 sur la racine de 2 donc la fréquence de coupure V out U sa oui V in à la racine de 2 donc la fréquence de coupure la formule de ha ou le canon de ha un circuit RC passe bas 1 sur 2 pi RC هكذا دوكا السؤال نرجعو ليكزارسيس تاعنا هذه 250 هرتز اللي يبدا منها البروي دونك في رايكم نتوما لا فريكونس دو كوبير تاعي لحد الان راهي فالور انكوني ما نعرفوهاش وين تكون اسكو تكون كبيرة على اسكو تكون كبيرة على 250 هرتز ولا تكون صغيرة على 250 هرتز ولا نبدل السؤال البروي تاعي وين نحطو ادروات لا فريكونت كوبير ولا اغوش تكون صغيرة نورمالمون ماشي دونك البروي تاعي وين لازم يكون لازم نجيبو هنا ولا نجيبو هنا ادروات نجيبو ادروات باسكو هنايا
l'atténuation nulle, zéro. Donc on élimine gars. Donc la fréquence coupure TI, elle se construira à la 250 Hz. Hagda. Fnafs le waqt. Donc on a le bruit. On a l'information TI. دونك لازم تكون صغيرة على البروي وكبيرة على الانفورماسيون، ما تكونش قريبة بزاف البروي سينو اون بارتي من البروي راح تجوز، في نفس الوقت ما تكونش قريبة بزاف من الانفورماسيون سينو اون بارتي من الانفورماسيون راح تاتينيو. هايدا دونك لازم نعرف نخيرها. دونك قلنا اف سي تاعنا لازم تكون انفيريورا 250 هرتز. دونك هذه واش معناتها؟ ان دو بي ان سور دو بي ار سي On se verra là 250 Hz. Allez, charge maintenant. RC. Nous trouvons que Bira. Là. Chal. 1 sur. L'unité seconde. Donc pour produire résistance condensation, l'unité termine une seconde. Donc avec la condition terre. L'exercice de l'obtenir comme, à comme créer des valeurs pour R ou C, les accolés à de chaque. Par exemple. Donc on a mal à nous, nous mal à nous créer. Qui m'a dit pas comme choix. Donc soit fixé ou R. On fixe R, on a une valeur de R, on a une C comme inconnu. Ou on a une X, on fixe C, on a une R comme inconnu. Est-ce que je vais vous préparer l'exercice et vous faire le football? On va faire le moustache. Non, cher, mais je finis la suite parce que quand tu as une classe, il y a deux exercices qu'il faut. كنت دخلتي لا بلاتفورم تلقاي الاخرانية تلقاي لا سويت عندي اكثر من يومي ملي حطيتها كنت ندخل لا بلاتفورم لا لا شكون اللي شاف لا سويت تاع لا سيري حاب نعرف برك اسكو تقدروا تدخلوا لا بلاتفورم لا 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 بلاتفورم تدخلوا لها ولا لا؟ انا لازم ندخل على بزاف وي ندخلوا لها نقدروا ندخلوا لها صح طري بيان دونك كي تلقاو كي تدخلوا الموديل تاعي تلقى الكور تي دي تلقاو سيبور تما سيبور دو كور لي سيري تي دي صح خلاص انا هذا واش يهمني بون اذا تدخلوا تما ما تلقاو والو صح تما ممكن ماشي لافو تاعكم ممكن لا بلاتفورم غلطه من تما كنت تقدروا تاكسيدي ولي سوس هي لو سوس مي مادام راكم تدخلوا تقدروا تشوفوا لي ديفيرون ريسورس دونك لا فوت تاعكم صح نكملوا دونك قلنا لحقنا لهاد لا كونديسيون دونك البرودوي ار فوا سي لازم يكون سوبيريور 1 سور 2 بي فوا 250 دونك واش نديرو نعطيكم فالور تاع سي انتم احسبوا لي ار دونك نخيرو سي في كابلا ان ميكرو فارد ار شحال احسبو قولو
ميكرو فاراد. ميكرو فاراد الارش شحال صايبه؟ 636. 6,6 شحال شحال؟ 636. 636,6 non 600 636 oui 36 oui. Virgule 1. Virgule 6 1. Centime. Donc vous traitez Agda. Oui. Même pas un kilo, confirmez le résultat. Non. صحيح نورمال صحيح صحيح وي بصح دوك نطلب منكم بهاد لي دو فالور ان ميكرو 636.6 بيان سور هادي ما تكزيستيش 636.6 دونك لازم نخيو اون فالور قريبة عليها مي افون قولولي لا فريكونس دو كوبير باش نتحققو شحال تكون هنا شحال تكون لا فريكونس دو كوبير دونك حسبوا لي بهاد لا فورمول باش نشوفوا اسكو رانا ملاح ولا لا تخرج 250 با حاجه باك سمحوا لي سمحوا لي يا هذا وي وي عندك حق تخرج 250 باسكو علاش ماشي ار تكون 630 ار لازم تكون كبيره على 630 ما تصير ما عندناش ايكاليتي هنا كان شيء قال صح سوبيريور دونك ا لازم تكون كبيره على بون باش ما نضيعش بزاف وقت ونعطيكم لا فالور اللي خيرتها هنايا وانتم احسبوا لي اف سي دونك 3,3 كيلو اوم دونك هذه تحقق تحقق لا كونديسيون تاعي بيسكو راهي كبيره على 636 اوم هكذا دونك هذه هي مع ان ميكرو شحال تلقاو اف سي Très bien, صحيح. تلقاوها 43.23 هرتز صحيح في رايكم نتوما دونك هذه لا فريكونس دو كوبير تاعنا لقيناها 43.23 هرتز دونك رانا بعاد على 250 هرتز وي وي دونك حبيت نتحققوا من حاجه كيفاش نعرفوا لاتينياسيون كيفاش نعرفوا لاتينياسيون تاع السينيال تاعي 250 هرتز نوضح السؤال دونك لي باسمون هنا على بالنا بور اون فريكونس اف تيغال اف سي اللي هي 250 هرتز باردون اللي هي 43 نو باردون ماشي 43 وي 48 هي 48.23 هرتز في الحال لاتينياسيون في ا راح تكون في ان على لاراسين دو دو هكذا بصح كي تكون لا فريكونس تاع البروي معنتها البروي تاعي لاتينياسيون تاعو شحال ولا ما نقولوش في اوت نقولو في بروي اكيد في اوت ولا الحالة بروي
شحال لاتينياسيون تاعك؟ بون بيان سير راح تكون هنايا سوا 0 0 1 0 2 0 3 ما على بالناش كيفاش نتحققوا؟ شكون يعرف؟ واش نديرو؟ نديرو الديفيزور دو فونكسيون في او على في ان تيكالا زاد سي وي على ار بلس زاد سي وي دونك 1 سور جي سي اوميغا على ار بلس 1 سور جي سي اوميغا دونك هذا عندنا ديفيزور دو فونكسيون هذه واش تعطيكم؟ تيكون لي اوت تيكون لا 1 بلس ار جي سي اوميغا 3 في ان تحبوا تخدموا بالموديل تخلصوا من لي نومبر كومبلكس موديل تاع في او على في ان تخلصوا لي موديل كومبلكس كي كان لا ان سور بلس ار سي اوميغا او كاري دونك انا حسبت الموديل تاع النومبر كومبلكس دونك لا بارتي ايماجينير او كاري بلس لا بارتي ريال او كاري تحت راسي دونك نرجعوا للسؤال تاعنا كي تكون 250 هرتز هنا دو بريفون دي لونغ دي لونغ شكون هادي نومبر غيال كيفاش نعرفو كيفاش نجاوبو على السؤال تاعنا دونك يسوفي برك دو رومبلاسي اوميغا بار دو بي فوا 250 هرتز الار خذيناها قلنا شحال 3.3 كيلو و السي خذيناها ميكرو فاراد اوميغا نعوضوها ب 2 بي فوا 250 هرتز دونك نلقى لاتينياسيون كي ترومبلاسي تلقاو 0.189 تقريبا 0.19 دونك جاوبنا على السؤال نلقاو 0.19 فوا في ان دونك البروي تاعي ماهوش حيكون كومبليتمون زيرو دونك كاين اون بارتي منو راح طيح ا بوبري نقولو 0.19 تقريبا ناخدوها 0.2 تقريبا دونك لو 250 تاعي
دونك قلنا حبينا نفيريفيو بور اون فريكونس تاع 250 هرتز لقينا لاتينياسيون راح تكون 0.19 دونك ماشي حتكون 0 دونك قريبة من 0 0.19 معناتها فكر كومبوك بالبروي تاعنا ماشي غير 250 قلت لكم يبدا من 250 هرتز قلنا بروي de 250 Hz et on va à l'autre fréquence. Donc, la 250 Hz, on a une atténuation de 0. Mais pour une fréquence de 300, 500, égale à l'autre fréquence, l'atténuation va être à 0. Donc, 0, 1, 0. Donc, faire comme tout le monde, est-ce que le résultat est bon? On va à 250 Hz. Atténuation de 0,2. Quand on a 0,2, on va nous faire un peu plus. Qu'est-ce que c'est? لكن لاتينياسيون هذه رجعها مثلا 0.1 ولا زيد نقربها حتى الزيرو 0.0 حاجة واش لازم ليه واش ناخد نزيدو الار رابيا سوا الار سوا السي بيزو دونك نزيد للار ولا نزيد للسي في هاد الحالة لافريكون دو كوبي راح تزيد صغار دونك لافريكون دو كوبي راح نجبدها فيغ la basse fréquence vers 0 donc qui nous donc on dirait très haut le graphe de la nous on déplacer vers la gauche bien sûr 250 quoi être placé donc on dirait que la courbe est à gauche ou le bruit est à être placé donc on va se faire à déplacer à droite qu'avant qu'on continue à son 250.02 ابري تولي في الزيرو مثلا باش نردو بالكم لا في كون دو كوبير كي نجبدها في لاكوش راني نقرب لا فورماسيون تاعي مثلا فورماسيون تاعي تقدر تقيسها لا تينياسيون تبدل لي دونك هادي ردو بالنا لها صح نكملو مع ليكزارسيس شكون اللي عنده سؤال هنا في طراش شكون اللي عنده سؤال في طراش نرجعو الله سيدي en supposant que le signal analogique AKI est échantillonné à l'aide d'un convertisseur analogique numérique de 10 bits ayant une tension de référence de 4,096 volts. Donc calculer la résolution de mesure. Donc on a un des la question 3 and now un convertisseur analogique numérique analog digital converter. Donc le signal fait avec 0 3,3 فولت مور ما فيتريناه راح ندخلو انا دي سي
ADC. C'est un ADC de 10 bits. 22 tensions. Et ref. 4, volt. Bien sûr, là, il faut prendre des chiffres. C'est une conversion en analogique numérique. Donc, ce L, voit la résolution. La résolution telle ADC telle. Tu vas chercher la cours. Fais ce la résolution du code. Je connais le carbone. Mais généralement, c'est moins VRF plus. Ça. Ok, là, on avance. Je mets un VRF plus. ADC pour la tension de référence maximale. Tu m'entends? Maintenant, le convertisseur analogique numérique TI, mais il peut chercher des tensions qui parlent à la valeur. Maintenant, les tensions analogiques. Les tensions analogiques. Il y a une hab échantillonnée ou la numérisée. الADC تاعي ما لازمش يفوتوا النيفو تاعو ما لازمش يفوت VRF بلس دونك لازم يكونوا صغار عليها دونك هذا معناتها لاطونسيون VRF بلس صح شكون لو كيفكرني لا ريزوليسيون تاع الADC شكون عليها في الكور صح لا ديفينيسيون تاع لا ريزوليسيون لا ريزوليسيون دو ميزور تاع الكونفرتيسور انالوجيك نيميريك تاعي Plus petit variation de mesure. La variation minimale qu'on peut détecter, qu'on peut mesurer. Si tu as le mesure, parce que tu as le mesure entre autres qu'on asra. Car comme Billy, Billy, un acteur moustamel, notre système, un opérateur, un aranihna. Maintenant, je chauffe, j'ouvre les nombres. 1 0 1 1 تال الماكس الكبير كاع اللي هو 1 دي فوا هذوما لي نوب اللي نشوفهم انايا انا ما نشوفش هنا يوتيليزاتور لافال انالوجيك اكزاكت عمره ما راح يعرفها انما يشوف واش يعطيه الا دي سي دونك كيما تشوفوا الا دي سي ما فيش انفينيتي دو فالور ما فيش نومبر انفيني دو فالور انما ان نومبر فيني Donc, le nombre fini, qu'est-ce qu'il y a tout un décalage. Donc, le nombre, c'est un 1. La tension, la résolution. On a déjà un peu de Donc, la résolution. A décider, il y a un VRF plus, moins, VRF moins, à la 2 puissance. Fait que l'on a 10. Moins. Bon, VRF, moi, madame Martelkoum, je t'attabrera 0 volt. Ça, je vois, je vais prendre la résolution de la ici. (4,003 × 10⁻³⁻³). Donc 4, on dit 4,0. Oui. Ça, donc 4 millivolts. 10 puissance moins 3. Oui. Et donc 4 millivolts. Ça. Donc, c'est la résolution de l'ADC. Je vais mettre à dire. Il y a un signal. Il y a un 2 volts. Non. On a fait. إذا كان النيفو تاع السينيال تاعي 2 فولت الأدي سي تاعي مثلا حيعطيني ان شيفر شيفر بون ماعرفتش منكتبوش نقولو شيفر
انا اسمه ان اكس، ان اكس يكون ميلونج تاع لي ا اي لي زيرو اكسيتيرا. بعد السيجنال تاعنا انالوجيك تبدل ولا 2 فولت بلوس 4 ميلي فولت، معناتها صرا فيها شونجمون تاع 4 ميلي فولت. في هذه الحالة ان اكس شحال يولي؟ لو نومبر تاعي ان اكس شحال يولي؟ شحال يولي؟ قلنا لا ريزولوسيون يقابلها ان شونجمون تاع ان، دونك ان اكس بلس ان. في حالة ما 2 فولت هذه تبدلت 2 فولت بلس 2 ملي فولت، ان اكس تاعي شحال يولي؟ ان اكس بلس 2 بلس 2. قلنا هذا الان 05، الان هذا يقابلو 4 ملي فولت 05. كاين 05 في نومبر نوميري؟ هذا سيدي نومبر اونتي، ما كاش 05. الان الان هو المينيمال تقعد هي ان اكس 2 فولت بلس 1 ملي فولت تقعد هي ان اكس. دونك هذا واش معناتها لا ريزوليسيون دو ميزور؟ فكركم من قبل قلت لكم لوبيراتور ولا المستعمل راه هنا يشوف، معناتها اذا صرا شونجمون تاع 4 ملي فولت يفيق بيسكو لو في ان اكس بلس 1. سي اذا صرا شونجمون تاع 2 ملي فولت تاع 1 ملي فولت ما يفيقش بيسكو ان اكس تقعد هي. هكذا دونك هذه هي ليتيليتي تاع لا ريزوليسيون دو ميزور. نروحو السؤال تاعنا، شحال الساعة؟ بون، لا كاتريام كاستيون، كالكولي لا ريزوليسيون اون تمبيراتور سي سو سيجنال، سي سو سيجنال كوريسبوند à une étendue de mesure de 0,50 degrés Celsius. Donc on a l'exercice de Charicol. On a un signal analogique qui est de 0,3 volts. Il y a une température من الزيرو حتى ل 60 دوغري سلسيوس. نبدل في الاخير هكذا هنا عندي لي نومبر تاعي 0 0 0 حتى الكبير كاع فيهم السؤال طلب منكم كالكولي لا ريزوليسيون اون تمبيراتور. واش نقصدو هنا بلا ريزوليسيون اون تمبيراتور؟ شنو المقصود بها؟ راهو تفاريا على حسب التمبيراتور ماشي تفاريا على حسب التونسيون. غلط ماشي 60 50 في الاكسيرسيس. عاودي الجواب تاعك. او تفاريا على حسب التمبيراتور ماشي تفاريا على حسب التونسيون. ماريا حنا مع الاول لا ريزولوسيون حسبناها بالطونسيون، دونك المطلوب هاد لاطونسيون واش يقابلها كون تمبيراتور. قلنا بلي السيستم تاعنا ما يقدرش يديتكتي دي شونجمون كبار على 4 ملي فولت. هكذا باردون، ما يقدرش يديتكتي دي شونجمون صغار على 4 ملي فولت. دونك سؤال هاد 4 ملي فولت واش يقابلها كون تمبيراتور. بون اي 11 ناخذ استراحه تاع نص ساعه 11 ونص نكملوا التيدي بعدا باش نروحوا الكور. هكذا
ونكملوا على نص ساعة نشوف. ترجمة